سي فري انك ماشي انت اللي اختاريتي تقرا عن بعد وما كرهتيش تمشي وتحضر وتعيش الاجواء داخل القاعه وتتفاعل مع الاخرين وتسول هذا وهذا. رغم هادشي انت اللي غادي تكون مسؤول عن النتائج اللي غادي تحصل عليها في الاخير، ماشي الاستاذ ولا اصحاب القرار. وخاصك تلقى راسك في هذا النظام باي طريقه كانت. كيفاش وكدرتي ليها؟ غادي ناخذ الايجابيات ديال التعليم عن بعد وما نبقاش نركز مع الحوايج اللي غادي نهرسوا لك المورال ويجيبوا لك القنط والضيق. ومن بين الايجابيات هو انه الحصص عندك مسجله واللي يمكن لك تسجلهم انت براسك، يعني الا فاتني شي حاجه وما شديتهاش مع الاستاذ يمكن لي يرجع ليها من بعد وندير بوز ونعاودها مرات متعدده وناخذ لي نوت على خاطري. دونك هنا كتاخذ الدرس ديالك وتكتبه وفي نفس الوقت كنخرج فاهم من الحصه. بعكس الا كنتي مع الاستاذ في القاعه وفاتك شي حاجه قليل اللي غادي يوريها لك، وبالاخص الا كان الاستاذ كيزرب ما تعرف ما دير، واش نتبع معاه باش نفهم ولا نكتب. اذا هذه نقطه ايجابيه واللي نقدر نستغلها باش نوصل 80% حتى 90% من الفهم ديال الدرس ديالي. ثاني حاجه، بعد مرات كتكون عيان وخاصه من ورا 12 ملي كتغدى، دونك الا كانت عندك الحصه مع 2 ديال العشيه غالبا في هذه الوقيته تيكون التركيز ضعيف، وبالتالي هذه الحصه الا شفتها وتبعتها في الدار واختارت ليها واحد الوقيته مزيانه ما غاداش تضيع ليا ونتسمى غير راني دوزتها وحضرت ليها وصافي، وانما خديتها معايا ولصقت بزاف الحوايج في الراس. في التعليم الحضوري كيمشي لك الوقت في ترونسبور، وبعد مرات كتكون شتا ولا الشمس الجو ماشي هو هذاك، تمر لك الضرب في الطريق الوقيف تسنى الطوبيس، وهذا الشيء كياخذ لك من الطاقه ديالك وحتى التركيز. بعد مرات عاوتاني تقدر تعطل شويه وتجي وتلقى الاستاذ بادي الدرس ديالو وانت راك جاي كتجري، ولا ما يقدر ما يدخلكش حيت تعطلتي ب 10 دقائق ولا ربع ساعه، ولا دخلك كيفاش غادي تتبع معاه، وخاصه الا قال شي حاجه مهمه في الاول ديال الحصه وداك الشيء عندكم يكون مترابط مع بعضياته. كيفاش غادي نتبع معاه وانا جيت معطل وديجا هو بادي؟ هذا الشيء كامل ما غاديش تعاني منه في التعليم عن بعد. دونك استغلو وخذو باهميه وصنع به الفرق، وزيد استثمر في الوقت اللي كان غادي يضيع لك في الدروس ديالك وافونسي فيهم مزيان، وديما حاول تركز مع الايجابي وترك كل ما هو سلبي. حنا كنحاولوا نحبوا راسنا التعليم عن بعد، واخا يكون خايب نشوفوا لي ايجابي فيه. هذه هي الطريقه الوحيده اللي غادي تخليك تتاقلم معاه، ما عندكش اختيار اخر، ويمكن ليك تحصل به على نتائج توب ان شاء الله.